طيور النحام والمسمات بالدواس رحلتها إلى أفريقيا بالتوقف على المسطحات الطينية على أطراف الخليج، فهي تشارك طيور الغاف المسمى محليا باللو وغيرها من الطيور البحرية الأخرى العيش على الشاطئ، فجميعها تبحث عن العيش بالقرب من الماء. فالرواسب النهرية التي جرفها نهرا دجلة والفرات وأفرغها شط العرب في الخليج، وكذلك الديدان والسراطين والرخويات، كلها تشكل غذاء غنيا للمخلوقات المقيمة في المنطقة والمهاجرة إليها. ليس وفيرا كما كان سابقا، فميناء الكويت يعد من أكبر الموانئ في الخليج، وهو يزداد حجما يوما بعد يوم على حساب البحر. آلات الحفر تعمق الممرات المائية على طول ساحل الخليج، فمن الكويت إلى الإمارات تجد أن الموانئ والعمارات التي تحتلها المكاتب والمساكن تتنافس على احتلال الأرض الساحلية. فموقع هذا الطريق السريع كان في الماضي شاطئا رمليا، وحلت المنطقة المردومة محل الشاطئ، حتى أن مد البحر أخذ يعانق الحائط الصخري الذي بناه الإنسان. تشرف أبراج الكويت على خليج جديد، وعلى بعد كيلومترات قليلة من الأبراج نجد أن الخليج قد بقي على ما كان عليه ولم يتغير، فمنطقة المسطحات الطينية التي تمتد إلى البحر لم يستوطنها أحد وبقيت دون تنمية. وهذه بعض أقدم المخلوقات في الخليج، سرطان البحر وبوشلامبو. أما بوشلامبو فهو نوع بدائي من الأسماك، ويوجد هنا ثلاثة أنواع منه، ويتقاسم الجميع الغذاء والمأوى، وحماية المأوى أمر واجب. هذا التزحلق وهذه القفزات ليست فقط لإبعاد الآخرين عن المقاطعة، بل أيضا لاجتذاب الجنس الآخر. بالرغم من أنه يصعب التمييز بالمقصود بهذه الحركة، إلا أن الإنذار واضح. يعيش بوشلامبو في غار يصل عمقه إلى متر واحد تحت سطح الطين،
وهو يلقي الآن نظرة سريعة للتأكد من أنه لم يدخل أحد إلى المقاطعة، ثم يعود إلى الغار. العيون المغطاة بالطين تشكل مشكلة بالنسبة للرؤية، إلا أن حركة العين الدائرية داخل جوف الرأس تضمن نظافتها. وهذه طريقة أخرى تبدو فيها العيون وكأنها منظار غواصة. يقضي بوشلامبو وقتا على اليابسة يماثل ذاك الذي يقضيه في الماء، كما أن طريقة تقلبه في الطين تحفظ له جوا من البرودة. وليس الطين فقط البيئة التي يعيش فيها بوشلامبو، بل هو غذاؤه أيضا. فالطين كالحساء حافل بالمواد الغذائية، وعن طريق حركة رأسه الجانبية يستطيع هذا المخلوق استخلاص غذائه في كل مرة يملأ فيها فمه بالطين. يتم اتباع الطريقة نفسها للحصول على الغذاء من على اليابسة، فعملية التغذية لا تكاد تنتهي ولا تتوقف إلا خلال لحظات الاستعراض. يهتم هذا السرطان بهذه الحركات البهلوانية، فإنها ليست في صالحه. ويتخاطب بعض السرطان البحري بلغة الإشارة، إلا أن هذه لغة نوع واحد من أنواع السرطان، فالإشارات لا تعني أي شيء لهذا السرطان الذي جعل جل همه في البحث عن الطعام في الطين. يعيش ملايين السراطين في المسطحات الطينية وجزر بوبيان ووربة في شمال الخليج. بالرغم من ازدحام البيئة بهم، فإنهم مهندسون بارعون، كل حفر منزله بشكل يجعله بعيدا عن الآخر. لذا فإن الأرض متماسكة ولا تهوي على بيوتهم. وكذلك تعيش الدودة الخرطومية في الطين، فبينما نرى جسمها مختبئا في عمق الطين، نجد أن لسانها يمتد إلى مسافات طويلة قد تصل إلى متر واحد بحثا عن الغذاء.
عندما تجد الغذاء فإنها تجره إلى منزلها للتغذي عليه. إن قواقع سرطان الراهب هذا ليست في الأصل مسكنا له، وإنما هي مسكن لحيوان كان يسكنه، وعندما كبر حجمه وضاق به مسكنه تخلى عنه. هذا السرطان يسمى بالسرطان الجراف أو الشبح، وهو يتبع خط سير معين في الرمل قبل أن ينزل إلى الماء الضحل. إنه يزيل الكثير من الرمال والحصى في أثناء حفره لمنزله الذي يغطي واجهته أثناء النهار لحمايته من حرارة الشمس. ينشط هذا السرطان في الفترة التي تسبق اقتراب المد، لأن وصول المد يعني وصول الغذاء الطازج، وكذلك يعني تليين ما يبس من الرمل. أما في البحرين فمنطقة المد والجزر مسطحة، حتى أنه في وقت الجزر يمكن السير عليها في بعض الأماكن إلى بعد 5 كيلومترات لكي يصل الإنسان إلى البحر. وعندما يتحول البحر إلى المد فإن ماء البحر يأتي مندفعا جالبا معه الغذاء والرواسب لكي ينعش المخلوقات التي تعيش في المنطقة، وتعطي الشواطئ الصخرية المأوى الأمين لكثير من المخلوقات البحرية، حيث تعيش هنا أنواع مختلفة من سرطان البحر. في هذه المنطقة حيث الشاطئ الصخري نشاهد العديد من الرخويات ملتصقة بالصخور، وكذلك تستوطنه أنواع كثيرة من السراطين. أما حيوان البطلينوس الرخوي فيعتبر ظاهرة عادية في هذه البيئة. تنتظر قناديل البحر وصول المد لكي تنجرف من الماء الضحل إلى الماء العميق. وهنا يبحث مخلوق عار الخياشيم الرخوي عن الغذاء. وحتى قاع البحر الرملي له أسراره، فتحت كل قمع من الرمل تختبئ دودة. ففي الواقع إن هذا التل الرملي قد تجمع بهذا الشكل نتيجة استخلاص الدودة لغذائها من الرمل. فانفجار البراكين الرملية كهذه تدل على أن الدودة لا تزال تستوطن التل الرملي. هذه الخيوط الرملية تشير إلى أنه كانت هنا منطقة لغذاء دودة،
في بعض الأماكن يناضل العشب البحري لتثبيت جذوره في قاع البحر الرملي. مناطق كثيرة أصبح العشب البحري غابة هامة لكثير من المخلوقات البحرية. أما منطقة الأعشاب البحرية فتحوي العجائب. سمكة القبيون هذه تشترك مع الروبيان الجراف في مسكن واحد. فالروبيانة هذه ضعيفة البصر، فبينما تقوم هي بتنظيف المنزل يقوم سمك القبيون بالحراسة وإحضار الغذاء. وكثيرا ما نجد أنواعا أخرى من سمك القبيون يعيش هنا أيضا. أما الروبيان الجراف فيقوم بجميع الأعمال المنزلية. سمك القبيون شديد الحذر من أي شيء ينذر بالخطر للمجموعة. هذا البساط الحي يتحرك عبر قاع البحر، وهو مكون من مجموعة من الرخويات، فهي تتحرك باحثة عن المرعى، تأكل كل قطعة من الطحالب تجدها في الطريق، غير مهملة مهمتها الأخرى ألا وهي التزاوج. يبطن شجر القرم بعض مناطق الخليج الساحلية، فهذه الأشجار التي ترتفع جذوعها وأوراقها إلى السماء تنبت جذورها في الماء المالح، حيث تشكل دار حضانة لكثير من مخلوقات أعماق الخليج. فدور الحضانة هذه تضيف إلى حياة الخليج خيرا وثراء. فإذا ما قدر لمناطق شجر القرم أن تختفي بسبب مشاريع التطور، فإن النتيجة سوف تكون خطيرة، وسوف ترحل هذه الأسماك عندما يكبر حجمها باحثة عن الغذاء في أماكن أخرى. وفي الخليج تأتي السلاحف البحرية إلى الشواطئ في الليل لكي تضع بيضها، فبعد أن تقوم بحفر حفرة عميقة
تضع فيها ما يقارب من 100 بيضة. تغطي السلاحف البيض بعناية فائقة. تعود السلحفاة إلى البحر. عندما يبزغ الصباح فإن العين لا تخطئ أثر السلحفاة الذي خلفته في الليلة الماضية، فآثارها في الرمال تشبه آثار جرافة سارت على الشاطئ. ويفقس بيض السلاحف خلال 50 يوما تقريبا، ويكون البيض وصغار السلاحف عرضة للأخطار، فكثير منها تقتله الطيور والحيوانات الأخرى، إلا أنها جميعا حين تفقس من البيضة تتوجه إلى البحر بالغريزة، وكلها تبدي إصرارا عجيبا في سبيل الوصول إلى البحر. وتستغرق صغار السلحفاة الخضراء فترة 6 سنوات لكي تصل إلى سن النضج الجنسي، فإذا ما عاشت هذه الفترة فإنها ستعود إلى المكان نفسه لتتكاثر بوضع بيضها فيه. طائر البلشون أو ابن الماء يبحث عن غذائه من السمك في البحيرات الصخرية. وعلى طول الشاطئ تنتظر طيور النورس ما سيحضره لها المد من غذاء. فطيور النورس تتقاسم الشاطئ مع طيور الدريج التي تقضي وقتها في اصطياد حشرات الرمال. Thank you.
تقف طيور الخرشنة أو خطاف البحر على أعلى الصخور بين فترات التغذية للاستراحة وهضم الغذاء. يصطاد الإنسان السمك هنا أيضا، لأن العيش قرب شاطئ البحر معناه مشاركة الجميع في العيش. فأنشطة الإنسان والحيوان بالقرب من الماء تبدو في بعض الأحيان متشابهة بشكل عجيب. فبينما هذه الأنشطة هي وسائل تسلية بالنسبة للإنسان، إلا أنها وسائل للبقاء بالنسبة للحيوانات. الإنسان وحده هو الذي يستطيع الحفاظ على هذا التوازن، كما أن الإنسان فقط هو الذي يستطيع ترك مكان للجميع لكي يعيش بأمان.